هنا شيخ سؤال من أخ يوسف من جدة يقول: هل يجوز أن أصلي سنة الظهر 4 ركعات متواصلة كصلاة الظهر؟ جمهور العلماء على أن صلاة النهار مثنى مثنى كصلاة الليل، واستدلون برواية في بعض روايات حديث ابن عمر في الصحيحين صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية غير الصحيحين صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فجمهور العلماء على أن يصلي ركعتين ركعتين، فلو صلى 4 صحت صلاته، وهذا قول الجمهور أيضا أن الصلاة تصح. وعليه فإنه إذا صلى السنة الراتبة القبلية 4 كان مصيبا للسنة، لقول كونه قد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي 4، فإذا صلى مرة 4 جميعا لم يسلم بينها من ركعتين وسلم في الأخير حقق السنة، ولو سلم من ركعتين ثم صلى ركعتين حقق السنة. الأمر في هذا واسع الحمد لله. فإذا صلى 4 هل يجلس التشهد؟ نعم. قولان لأهل العلم، منهم من يقول أنه لا بأس أن يجلس التشهد كصفة صلاة الظهر، يجلس التشهد الأول ثم يقوم ويأتي بالركعتين، ومنهم من يقول أنه لا يجلس التشهد، وهذا أقرب إلى الصواب، أنه لا يجلس التشهد بل يصلي 4 لا يجلس فيها للتشهد إلا في آخرها. نعم أحسن الله.